ونبقى مع ملف الاستفتاء البريطاني لنتناول شقا آخر يثير انشغال الساسة في لندن وفي عواصم صناعة القرار الدولي. فقد هزت نتائج استفتاء الخميس أسواق المال بعنف نادر، وأصابت المؤسسات الاقتصادية بحالة من الرعب غير المألوف. لكن ما يخشاه الخبراء هو أن تتجاوز الصدمة هذا الحد، وأن يكون تراجع المؤشرات وانتكاسة الأسواق مجرد إنذار مبكر لتقلبات قد يصعب التحكم بعواقبها على المدى المتوسط والبعيد. لم يكن الزلزال الذي تبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو النهاية، بل يبدو أن هزاته الارتدادية مجرد بداية لمسلسل قد يكون طويلاً. تعرضت البنوك البريطانية الكبيرة لأكبر الخسائر مقارنة مع نظيراتها الأوروبية بعد إحجام المستثمرين عن التداول كرد فعل على القرار البريطاني، وكانت البورصات والمصارف الأوروبية الأكثر تأثراً، حيث أغلق مؤشر يورو فيرست 300 الأوروبي منخفضاً نحو 7%، ومؤشر فاينانشال تايمز البريطاني منخفضاً حوالي 3%، وكاك 40 الفرنسي نحو 8%، وداكس الألماني ما يقارب 7%. لم تقتصر أضرار تسونامي بريطانيا على أوروبا، بل فتحت الأسهم الأمريكية على هبوط حاد، حيث عزف المستثمرون عن شراء الأصول في الأسهم والنفط. فسجل المؤشر الأمريكي الأكبر داو جونز الصناعي هبوطاً يقترب من 1.5% بعد أن خسر أمس أكثر من 6%. ولم تكن الأسواق الآسيوية بمنأى عن سيل الخسائر الذي ضرب العالم، حيث أغلقت بورصة طوكيو على تراجع بنحو 8%، أما بورصة هونغ كونغ فتراجعت بأكثر من 5% في جلسة التداول. من هذه القراءة نجد أن الخط البياني لاقتصاد العالم بشكل عام متجه للأسفل، حيث خسرت أسواق المال العالمية أكثر من تريليوني دولار. ولم يقف تأثير استفتاء الخميس عند هذا الحد، ولكنه امتد إلى العملة البريطانية، إذ هوى الجنيه الإسترليني إلى أكثر من 4% بعد أن وصل إلى 1,3684 دولار، علماً أنه بلغ خلال العام الجاري أعلى مستوياته، إذ وصل إلى 1,5018 دولاراً، وذلك قبل استفتاء الخروج. وسيترتب عن ذلك تداعيات على الأفراد والمؤسسات في ظل حالة الترقب والخوف التي تطبع المزاج العام في الأسواق، غير أنه من الصعب التنبؤ بالتغيرات التي سيحدثها الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي وكيف سينعكس على الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد. معنا الآن من باريس أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد الألفي. دكتور ألفي مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتحدث عن النتائج والهزات المباشرة والتي ربما تكون في المستقبل المنظور والمستقبل البعيد نتيجة هذا الاستفتاء في بريطانيا. كما جاء في التقرير 2 تريليون دولار خسرت أسواق المال من قيمتها بالأمس، وهذه يعني أرقام هائلة. البعض يقول أنه القادم أعظم، ما رأيك؟ هل نتوقع المزيد في الفترة القادمة؟ الحقيقة حضرتك، بعد التحية ليك وللسادة مشاهدينك الكرام، مسألة أنه توقعات بالأسوأ، ما زالت هذه الخسائر التي أعلن عنها هي خسائر شاشات، أي خسائر رقمية. وبالتالي يجب أن ننظر بعمق أكبر. بريطانيا هي خامس اقتصاد في العالم واقتصاد عملاق، ولندن هي مركز مالي كبير جدا في العالم، ومعظم المعاملات سواء في الشرق الأقصى أو المتوسط أو عبر الأطلسي ومرورا إلى أوروبا، بريطانيا تعتبر معبر للبنوك الأمريكية إلى أوروبا، كله كان بيتم في مركز لندن أو ما يطلق عليه السيتي. وبالتالي المشكلة ليست في ما هو متوقع لاحقا، لأنه الطبيعي أنه الآن بدأ التنافس على
من حتى من قبل الخروج بحوالي 10 ايام بدات الاسواق الماليه في باريس وفي لوكسمبورغ وفي بروكسل تحديدا ثلاث دول تتنافس على خروج الصناديق السياديه، وكانهم كانوا يعلمون انها ستخرج عكس التصريحات. والتنافس ده تم على اساس يستطيعوا جذب الصناديق السياديه وشركات الاموال الى هذه الدول، وقدموا لها تسهيلات بالفعل حضرتك قبل الاستفتاء ب 10 ايام. دي نقطه لازم نكون عارفينها كويس، وكانه كان معروف سلفا اتجاه التصويت، لانه مش معقول هنروح نعرض على شركات ان تاتي والتصويت لم يتم بعد. وحتى ان قالوا ان كيس وفي حاله، ولكن ده طبعا تحرك مش طبيعي. الجزء الثاني اللي هو مساله الاستثمارات العربيه اللي هم اتكلموا فيها، هي في حدود ال 200 مليار استثمارات، وبالتالي قد تنخفض قيمتها او ينسحب منها بعض الشيء. الجزء العقارات انخفض حوالي 15%. اما مساله انه لندن ستتوقف، ده شيء صعب جدا، لانه الذي سيتوقف هو البنوك الامريكيه حضرتك العامله في لندن، كانت بتاخذ لندن معبر او جواز عبور الى الاتحاد الاوروبي لتعمل داخل الاسواق بالكامل. واحنا شفنا امس انه رئيس هيئه سوق المال الفرنسيه طالب بسحب الترخيص من 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 هيئه سوق المال البريطانيه اللي بيسمح لها بالعمل داخل اوروبا. وبالتالي احنا هنا امام حاله من اصبح فيها صراع كبير جدا بيصل الى حد العنف في اتخاذ القرارات. مساله انه البنوك طبعا لما تتغير، الامريكيه هي اكبر مستثمر داخل السيتي، وبالتالي ستتوقف عليها ان هي ستنتقل، وطبعا هنا سيبتدي التاثر. مساله انخفاض قيمه الجنيه هم طبعا عملوا شغل يعني لا يصح ان يتم العمل به، وده شغل لتزييف وتغيير الذهنيه لدى الناخبين، ان هم فجاه كده حضرتك قبل التصويت ارتفع المؤشر بتاع البورصه، وارتفع قيمه الجنيه الاسترليني، وارتفع حتى قيمه اليورو. ده شغله كان كله شغل الأزرع اللي هي الخاصة بالهيئات المالية العالمية اللي هي مستفيدة من التواجد الأوروبي، وده كان شغل أمريكي أكتر منه أوروبي. وبالتالي كان في جناح تاني لازم نشير إليه، أن حضرتك يعني أنا المسألة ليست اقتصاد فقط وليست قراءة رقمية على الشاشات، يجب أن ننظر إلى أنه في أشياء عميقة أعمق من هذا. فيما يطلق عليه نادي الحكماء أو مجلس حكماء العالم اللي هو بيضم 150 شخصية عالمية للشركات وأصحاب الأموال الكبيرة، هؤلاء كانوا مجتمعين في دريسدن في ألمانيا قبل الاستفتاء بحوالي 10 أيام، ومعظم لهؤلاء تريليونات في لندن. هل كانوا لا يعلمون من يحركون الأموال؟ أين سيسير التصويت؟ دي نقطة. النقطة الثانية، هل من الطبيعي أنه ثاني يوم الاستفتاء تطالب اسكتلندا بإجراء استفتاء ثاني للخروج؟ ده مباشر. هل من الطبيعي أن تعرض إسبانيا مباشرة وهلال هيمنة على جبل طارق تعرض على بريطانيا وهي علمت أنها خرجت من الاتحاد أن تقاسمها السيادة على منطقة جبل طارق؟ طيب دعني أقاطعك دكتور ألفي، يعني وكأني أفهم على الأقل من جزء من حديثك بأن هناك نوع من المؤامرة، نوع من الشيء الذي كان مطبوخ سلفا والذي أدى إلى هذا الوضع. يعني خليني اقول لحضرتك انه بوضوح تام، بريطانيا نعلم ان بريطانيا دوله كبيره ودوله عظمى وليست دوله هينه، يعني والبريطانيين يفكرون قبل التصرف، وبريطانيا دوله مؤسسات، ودوله المؤسسات حضرتك لها هناك من يديرونها في الظل، هي المؤسسات السياديه البريطانيه. المؤسسات السياديه البريطانيه كانت تتخوف من عده اشياء اقولهم لحضرتك في عجاله. الشيء الاول انه كان تحديدا عاوزين يتهربوا من فكرة ما اقترحه أوباما اللي هو إنشاء جيش أوروبي تتحمل كافة الدول الأعضاء فيه، اللي كل دولة تتحمل تكلفتها كمشاركة زي ما هي مشاركة بتدفع تكلفة في الاتحاد الأوروبي. بريطانيا لم تكن تريد هذا. النقطة الثانية لما بيتكلموا على مسألة التسهيلات الزراعية والتسهيلات كذا، بريطانيا حصلت من الاتحاد الأوروبي أكثر مما يحصل عليه الاتحاد الأوروبي من بريطانيا، ودفعوا الأوروبيين تريليونات للأسواق الزراعية. دي نقطة. النقطة الثانية، طبيعي حضرتك تعلم لما بتبتدي توجيه المجتمعات الغربية فبالتالي هي بتلجأ إلى العناد وتاخد الخط الآخر. الزيارة التي لم تكن طبيعية، وهنا يجب أن نفكر أن هؤلاء الساسة ليسوا
أغبياء أو ليسوا بهذه السذاجة. عندما يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأمريكا دولة عظمى وتقود العالم وهذا كله معروف، أنه ولديهم مراكز صناعة قرار ولديهم مراكز استشارات ودراسات والعالم بيتعلم منهم، خلينا نتكلم بوضوح. لما يقوم هو بزيارة إلى بريطانيا ويوجه وينصح بالبقاء في الاتحاد الأوروبي قبل التصويت بحوالي شهر، طبعا ده مراكز الدراسات لو في وضع طبيعي هتقول له لا ما تعملوش، لانه لو هو اراد بقاء الاتحاد لانه الراي العام هيتجه ضده، وبالتالي وكانها هي زياره ممنهجه حتى يتخذ الراي العام هذا الاتجاه المضاد. دي مؤشرات. ولكن التصويت جاء يعني معاكسا لتوصيات الرئيس اوباما دكتور. ما هو حضرتك جاء معاكس لان لم يكن الهدف من الزياره بقاء الاتحاد الاوروبي، وهقول لحضرتك الدليل. الدليل انه الاول كان بيقول لن نقيم اتفاقيه، لن اذا خرجت بريطانيا لن نوقع اتفاقيه تجاره حره مع الاتحاد الاوروبي ثم مع بريطانيا. امس تغير حديث الرئيس الامريكي وقال حاجتين، قال لن نستغني عن بريطانيا ولن نستغني عن الاتحاد الاوروبي وسنتعاون معهم تعاون كامل. وخليني اقول لحضرتك بوضوح، التعاون الكامل سيكون مع بريطانيا قبل الاتحاد الاوروبي. طيب في أقل من دقيقة معي متبقية دكتور ألفي، لفت نظري تصريح لألان جرينسبان الرئيس بنك الاحتياط الفيدرالي السابق، وهو شخصية مرموقة ويستمع إليه الكثير من المعنيين بهذه القضايا. يقول ما نراه الآن هو رأس جبل الجليد والآتي أسوأ بكثير. ما رأيك في هذا التصريح؟ هو إذا كان بيتكلم من الناحية المالية فهو محق، أما الذي لم يتحدث أحد في الغرب بشأنه ولم يشير إليه للأسف المحللين أو الخبراء، أنه الآن العالم الجديد يتشكل، هناك العالم الجديد يتشكل، وبالتالي هناك صراع ما بين قوى البر وقوى البحر زي ما قال ماكندر وراتزل علماء الجغرافيا السياسية، وهناك قوى ستصعد وقوى ستهبط، وهناك مراكز مالية، مراكز مال زي لندن، مراكز ستنتقل إلى أماكن أخرى، مراكز الطاقة في العالم اللي هي مراكز صناعة الطاقة اللي هي الغاز والنفط ستتغير، وهناك وقد يحدث إرهاصات ما بين هذا وذاك وحتى يتشكل هذا العالم، وقد نشهد مواجهات مباشرة بشكل أو بآخر. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الألفي أستاذ الاقتصاد السياسي، كان معنا مباشرة من باريس.